ليس منا. إذا هي ليست صفة من صفات المسلمين. هلا ممكن تغلط بسؤال أو ما نعرف شغلة، نسأل المس نرفع إيدها نقولها مس ممكن توضحي لنا هذا السؤال، فبصير السؤال اللي أوضح. تمام يا أول؟ تمام. إحنا غلطنا، إحنا آسفين، ما رح نرجع نعيدها. شكرا لكم انكم اعترفتوا بغلطكم وانا مسامحتكم وانتوا رايعين. حيوهم يا عوال.